60 كيلوغرام يلتحق بنا من هناك الزميل وليد معمري لإطلاعنا على أكثر التفاصيل التي ترافق هذه المنازلة. أهلا بك وليد. أهلا بك زميلتي ابتسام، تحية متجددة لك ولكل مشاهدينا الكرام. أجل المنازلة هنا قوية جدا بين الملاكم الجزائري محمد توارق والملاكم الصربي أماتوفيتش. نحن الآن في الجولة الثالثة، هناك تكافؤ كبير بين الملاكمين. نتمنى أن يكون الفوز حليف الملاكم الجزائري محمد توارق. نحن في ربما اللحظات الأخيرة من هذه المنازلة التي نعيش أطوار الجولة الثالثة منها. سعيد معي ليساعدني في التعليق. سعيد، ربما منازلة متكافئة جدا. المنافسة متكافئة جدا بين الملاكمين. احنا معروفين بأن الفئات الصغيرة يكون فيها الريتم عالي بزاف للملاكمين. اثنين يتعرفوا بيناتهم. الملاكم السربي خرج من بطولة أوروبية. احنا رانا ياسين توارق تفوقنا على الملاكم السربي في الجولة الأولى. انتهاء المنازلة. الآن ربما التقدير سيكون للحكام. التقدير يكون للحكام. الجولة حسب مجريات المنازلة، من سيتوج بهذه؟ إن شاء الله تكون لنا، إن شاء الله بإذن الله تكون لنا. لأن كان نذكر الجمهور الذي يتابعنا، ربما كان توارق متفوق في الجولة الأولى والجولة الثانية. الجولة الثانية، الجولة الأولى ب3-0، الجولة الثانية ب1-0، الآن الجولة الثالثة هي الحاسمة. إن شاء الله يكون الفوز لياسين توارق. إن شاء الله يكون فوز لنا إن شاء الله. طبعا سعيد، الآن سيتم الإعلان من طرف الحكمة الإيطالية عن من الفائز في هذه المواجهة. نتمنى أن يكون الجزائري توارق هو المتوج بهذه المنازلة، هو الفائز بهذه المنازلة بعد أداء بطولي قمري على الحلبة. بانتظار للأسف الشديد فوز الملاكم الصربي، لكن تحية تقدير للملاكم الجزائري الذي قام بكل ما عليه. والله العظيم الملاكم الجزائري قام كل ما عليه. الجولة الأولى 3-0 لينا، الجولة الثانية يعني كانت 1-0 لينا، الجولة الثالثة. نعم سعيد، كما قلت هذه هي ربما في الجولة الثالثة لم يكن الملاكم محمد توارق في المستوى، لكن هل هناك حظوظ لكي يلعب على المرتبة الثالثة؟ لا لا لا، اليوم خسر مع الملاكم الصربي. يعني احنا كنا شفنا باللي كان موفق. يعني تقصد انه نظام المنافسة هو الإقصاء المباشر؟ الإقصاء المباشر، نعم نعم. لكن عموما مستقبل، يظهر انه مستقبل زاهر للملاكم الجزائري الذي يملك امكانيات لا باس بها. نعم، هذوك المنافسه انتهت باثنين لواحد للملاحد لصالح السربي، ولكن هذا شيء مؤسف لان ياسين قدم اداء ايجابي 100%. نشوف تأثر الملاكم الجزائري توارق، لكن هو مشكور على المجهودات اللي قام بها. سي توارق، قمت بمجهودات كبيرة. معليش، نشوفوا باللي هو متأثر كثيرا بعد الهزيمة في هذه المنازلة، لكن هو مشكور على كل المجهودات التي قام بها. بعد قليل سيكون في الحلبة الملاكم بولولينات، هذا الملاكم الذي يملك خبرة كبيرة والذي يعول عليه أيضا للصعود إلى منصة التتويج. سيكون على الحلبة بعد قليل، يعني